نصائح للمحافظة على الكلى والوقاية من الفشل الكلوي. يعد اضطراب وظائف الكلى والحصوات والفشل الكلوي من أكثر الأمراض شيوعا في الآونة الأخيرة، وتلك الأمراض عادة ما تنتج عن الكثير من العادات الخاطئة التي يمارسها الإنسان خلال يومه، ما يؤدي إلى ظهور الأمراض المتعلقة بالكلى. وهناك 10 نصائح إذا اتبعها الإنسان في حياته اليومية تجنبه إلى حد كبير كثيرا من الأمراض والمشاكل المتعلقة بالكلى. أولا، الامتناع عن شرب المياه الغازية، فهي من أخطر المشروبات التي تسبب الفشل الكلوي وتضر كلى الأطفال بالأخص. ثانيا، التوقف عن تناول رقائق البطاطس المقلية المنكهة بأنواعها، ومنع الأطفال منها واستبدالها بالبطاطس الطازجة المقلية في المنزل. ثالثا، تجنب اللحوم المدخنة والمصنعة بكل أنواعها. رابعا، التقليل التدريجي للملح في مختلف الأطعمة، حيث إن ذلك يحمي الكلى من أخطار عديدة. خامسا، تجنب الإفراط في تناول المكسرات والمخللات، لأنها تزيد نسب الأملاح والصديد في الجسم. سادسا، الاهتمام بشرب المياه باستمرار، لأنها تعادل نسب الأملاح والصديد إذا زادت في الجسم. سابعا، التوقف عن الإفراط في تعاطي مسكنات الآلام، لأنها السبب الرئيس لتلف الكلى. ثامنا، النوم العميق والكافي أثناء الليل، وأخذ قسط واف من الراحة الجسدية. تاسعا، الاهتمام بتنظيم الحركة وجعل رياضة من الطقوس التي تمارسها يوميا. عاشرا، عدم الإسراف في التركيز على تناول البروتين وإعطاء مساحة أكبر للخضروات. مع كل دقة من دقات القلب يضخ الدم إلى الكليتين عن طريق الشريان الكلوي، وتقوم الكليتان بتنقية نحو 200 لتر من الدم في اليوم.